الاستثمار والتطوير شروط. طبعا في البداية نشكركم على هذا الملتقى الذي يعتبر ملتقى مهم جدا للترويج عن فرص الاستثمار بين كلا البلدين. إذا ركزنا على الفرص الاستثمارية التي نروج عليها في الشارقة فهي حوالي 5 قطاعات: قطاع السفر والترفيه، نركز على استقطاب شركات رائدة في خدمة دعم المطارات، في حقوق الامتياز، في فنادق الـ5 نجوم، في المنتجعات السياحية. نتحدث عن استثمار يصل إلى حوالي 2.27 مليار دولار. في الفترة الماضية من خلال تأسيس شروق في عام 2009 تم إعلان عن مشاريع مختلفة، تم تطوير مشاريع مختلفة على مستوى الـ12 سنة اللي طافت. تم تطوير مشاريع بحيث تصبح الشارقة مدينة تستقطب السياحة بشكل كبير. هذه إحدى مشاريعنا نحن في الشارقة: مشروع واجهة المجاز المائية، مشروع القصباء، مشروع قلب الشارقة، مشروع مركز مليحة للآثار الذي يرجع فيها الآثار إلى 130 ألف سنة قبل الذكر. نتحدث عن تطوير مشاريع على مستوى الإمارة، نزل، منتجع، استثمار يصل إلى استثمارات مختلفة في القطاع السياحي بشكل خاص. أيضا كانت لدينا شراكات استراتيجية في الفترة الماضية. شكرا لكم جزيلا، جزاكم الله خير، وأي شيء نحن حاضرين.